يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وأن الوحي قد فضحهم، فكيف نحكم على من اتصف بهذا بالنفاق في هذه الأيام، حيث اشتهر بين بعض الشباب المتحمس عند وجود خطأ من أحد فإنه يحكم عليه بأنه منافق لأنه قد خالفه في منهجه؟ هذا ما يجوز، حكم على الناس وأنه منافق لمجرد أنه خالفك، قد يكون الصواب معه هو. فإذا كنت تقول أنه منافق لأنه أخطأ، قد تكون أنت المخطئ، إذن تكون أنت المنافق. ألا يصلح الكلام هذا؟ ما يصلح أن نصف الناس بالنفاق لمجرد الاختلاف في الرأي، ما يجوز هذا. والنفاق على قسمين، نفاق اعتقادي وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا صاحبه أشر من الكفار ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار. والقسم الثاني نفاق عملي ما هو باعتقادي، إنسان مسلم مؤمن لكن يصدر منه بعض الأشياء من أفعال المنافقين أو صفاتهم، فيكون فيه نفاق وفيه إيمان، هذا نفاق عملي صاحبه مؤمن، ولكن كونه يتصف ببعض صفات المنافقين يكون فيه خصلة من النفاق، وقد تغلب عليه والعياذ بالله وتهلكه، وقد يسلم منها ويتوب إلى الله ويتركها.